مرحبا، وياكم الدكتورة سراج جميل حنا، أستاذة التربية الرياضية في جامعة دهوك. راح أقدم لكم ملخص عن البحث المشارك في مؤتمر كلية التربية الرياضية جامعة دهوك الذي سيقام عن طريق الأونلاين بتاريخ 21 نيسان الشهر الحالي. فكرة البحث تتلخص أنه إحنا قمنا بأخذ عينة من طلاب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية لدراسة مهارة الإرسال الساحق من حيث زوايا الجسم أثناء مراحلها المختلفة. هالمهارة تتكون من الخطوات التقلبية والمرحلة الرئيسية اللي هي الطيران والضرب، ثم المرحلة الختامية اللي هي الهبوط. فأخذنا زوايا الجسم بهذه المراحل المختلفة وسوينا لهم اختبارات مهارية اللي هي اختبارات القفز العمودي سيرجنت و القفز الأفقي أو الوثب إلى أو الوثب العريض، حتى نشوف العلاقة ما بين زوايا مفاصل الجسم في مع كلا الاختبارين المهاريين ودقة الإرسال الساحق. وطبعا تم تصوير العينة أثناء أداء الإرسال الساحق لغرض التحليل، وتم أداء اختبار الدقة لتسجيل دقة الإرسال الساحق في كل محاولة. عنوان البحث يشفي هو دراسة العلاقة بين القول انفجار الرجلين مع زوايا مفاصل الجسم ودقة الإرسال الساحق لدى طلبة المرحلة الثالثة. ملخص البحث أو فكرة البحث هي أنه علم البايوميكانيك هو من العلوم المهمة والتي انتشرت بشكل سريع وتطورت بشكل سريع وارتبطت مع كل العلوم الأخرى، وتم اعتمادها لتطوير الإنجاز الرياضي ولتحسين الإنجاز الرياضي ولتصحيح الأخطاء في الإنجاز الرياضي ولتصحيح الأخطاء في التكنيك ولتقويم الأداء ومختلف المجالات حتى في المجال الصحي، حيث أن البايوميكانيك هو أساس لأي حركة. ليس شرط أن تكون هذه الحركة حركة رياضية، حتى حركة المشي وحركة الجلوس وحركة الوقوف، كل حركات جسم الإنسان تعتمد على الأسس البايوميكانيكية اللي أحدها الأسس هي الزوايا، زوايا مفاصل الجسم، كما هناك كثير من الأسس مثل ارتفاعات ونزاحات والزمن ومسافات إلى آخره. بما أنه علم واسع، فعند إجراء البحوث نأخذ جزء بسيط لدراسته كقسم من أقسام هذا العلم. فأخذنا في هذا البحث علم زوايا مفاصل الجسم. كذلك أن الكرة الطائرة هي من الرياضات المهمة والتي اعتمدت على العلوم المختلفة في الآونة الأخيرة، منها علم البايوميكانيك، حيث نجد الكثير من البحوث تدرس في مهارات الكرة الطائرة المختلفة في مجال البايوميكانيك والتي أدت إلى تحسين الأداء وتصحيح الأخطاء. فكلا الجانبين البايوميكانيك وكذلك الكرة الطائرة هم من الجوانب المهمة والمرتبطة مع بعض، لذلك ارتأى الباحثون دراستها ومعرفة هذا المستوى على طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة دهوك. مشكلة البحث: الإرسال الساحق هو من أصعب المهارات في لعبة الكرة الطائرة، هو أحد المهارات الهجومية التي يعتمد عليه اللاعبون للحصول على نقطة مباشرة، كما أنه مهارة صعبة. ليش صعبة؟ لأن هذه المهارة أولا تحتاج خبرة، تحتاج تدريب متواصل حتى يحصل اللاعب على التسلسل الحركي والتوقيت المضبوط مع الكرة، التزامن الصحيح مع الكرة، لحظة القفز ولحظة ضرب الكرة وكيفية رفع الكرة، كلها تحتاج خبرة ودقة من اللاعب. وأيضا العنصر المهم جدا هو اللياقة البدنية، حيث يحتاج اللاعب إلى قوة وقفز وقوة انفجارية في الرجلين وفي الذراعين وسرعة حركية وانتقالية حتى يصل إلى مستوى جيد في هذه المهارة بشكل خاص وباللعبة كلها بشكل عام. فبما أن هذه الإرسالة المهارة من المهارات المهمة التي يحتاجها اللاعب للحصول على نقطة مباشرة، إذا ارتأى الباحثون أن يشوفون مستوى هذه المهارة في كلية التربية الرياضية وعلى طلاب المرحلة الثالثة الذين قاموا بتعلم وتطبيق والتدريب على أداء الإرسال الساحق باعتباره أحد الواجبات المطلوبة منهم أثناء وجودهم في كلية التربية الرياضية. إحدى
أهداف البحث كانت التعرف على القوى الانفجارية للرجلين من خلال اختبار المهارة لقوى الانفجار الرجلين، واللي هما اختبارين في الحقيقة، قوى الانفجار للرجلين أثناء الاختبار العمودي سيرجنت، وقوى الانفجار للرجلين أثناء اختبار القفز الأفقي للأمام. ثم الهدف الثاني التعرف على زوايا مفاصل الجسم لمهارة الإرسال الساحق في مراحل مختلفة. أيضا نتعرف على الهدف الآخر، نتعرف على دقة الإرسال الساحق بعد ما تعرفنا على تكنيك أثناء الأداء من خلال التصوير، عبرت الكرة إلى ساحة الخصم وين سقطت الكرة راح ينطينا إيش قد دقة حصل اللاعب. أيضا إيجاد العلاقة بين القوة الانفجارية للرجلين عموديا مرة وافقيا مرة مع زوايا مفاصل الجسم ودقة الإرسال الساحق. فروض البحث كانت هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القوى الانفجارية للرجلين بالقفز العمودي مرة وبالقفز الأفقي مرة أخرى مع زوايا مفاصل الجسم ودقة الإرسال الساحق. وراح نشوف البحث حقق الفروض أو لم يحققها، فمثلا نعرف أنه البحوث ممكن تتحقق الفروض أو ما تتحقق، الباحث يسوي اللي عليه ويشوف نتيجة البحث في النهاية. مجالات البحث كانت في قاعة كلية التربية الرياضية في جامعة دهوك، والطلاب أو العينة كانت هي طلاب التربية الرياضية المرحلة الثالثة اللي هو عددهم 66. أخذنا منه عينة 42 بعد استبعاد اللاعبين والمصابين والمتغيبين أو كل الذين لم يحضروا يوم الاختبار، فأصبحت العينة 42 واللي تمثل نسبة 63.33%. اختبارات البحث كانت اختبارات بدنية واختبارات مهارية. متغيرات البحث الميكانيكية هي متغيرات زوايا مفاصل الجسم واللي شملت زاوية الكتف والمرفق والرسغ اللي هي زوايا الأطراف العليا، عندنا زاوية الورك وزاوية الركبة والكاحل اللي هي زوايا الأطراف السفلى. قام الباحثون بإجراء التجربة الرئيسية في جامعة دهوك وعلى قاعة كلية التربية الرياضية. هذه بعض الصور للمفاصل اللي تم قياسها. لاحظ هنا زاوية الكتف أثناء التقرب أو الخطوات التقربية، زاوية المرفق أثناء ضرب الكرة، زاوية الرسغ أثناء الخطوات التقربية، زاوية المرفق أثناء الخطوات التقربية، زاوية المرفق أثناء الطيران. نلاحظ صور أخرى، عندنا زاوية الكاحل أثناء الطيران، زاوية الويك أثناء ضرب الكرة، زاوية الركبة أثناء ضرب الكرة، زاوية الكاحل أثناء ضرب الكرة، وزاوية الكاحل أثناء الخطوات التقربية، زاوية الورك أثناء الخطوات التقربية، ولدينا زاوية الورك أثناء الطيران. الاستنتاجات، بعض الاستنتاجات حصل الباحثون على بعض الاستنتاجات، ولكن بشكل عام الاستنتاج اللي توصل للباحثون النتائج اللي حصلوا عليها تبين أنه أكو ضعف بأداء هذه المهارة من قبل الطلاب. لو كان هذا البحث يتم إنجازه على عين من لاعبين الأندية أو المنتخبات لتغيرت نتائج البحث وبالتالي تغيرت الاستنتاجات، ولكن هذه الاستنتاجات هي خاصة بهذا البحث وعلى هذه العينة، وما على الباحثين إلا أن يقدموها بشفافية للمستمعين. الاستنتاج الأول وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين زاوية الكتف في مرحلة الخطوة الثانية مع القوة الانفجارية الأفقية للرجلين في اختبار القفز العالي، أي طلعت لنا علاقة ما بين زاوية الكتف في لحظة الخطوة الثانية أي أثناء الخطوات التقاربية مع القوة الانفجارية الأفقية للرجلين وليست العمودية، مع القوة الانفجارية الأفقية. وهذا دليل بأنه كلما زادت زاوية الكتف مع الجذع للخلف اللي هي بالمرجحة للخلف أثناء الخطوات التقربية، اتضح أن فعالية الأداء البدني يتم الدخول عليه تزداد بشكل كبير، حيث كلما زادت زاوية الكتف أثناء الخطوات التقربية هذا يؤدي إلى قفز أفقي إلى الأمام أكثر، فإذا العلاقة طبيعية. الاستنتاج الثاني، ظهر لدينا وجود علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة معنوية بين زاوية الركبة في مرحلة الضرب وضرب الكرة
مع القوى الانفجارية الأفقية للرجلين في اختبار قفز العالم المثلى، وهذا دليل بأنه كلما قلت زاوية الربو بالضرب دليل وجود قفز أفقي أكثر، أي أثناء ضرب الكرة بالهواء يضرب اللاعب الكرة طلعت لنا علاقة عكسية بين زاوية الركبة مع القوة الانفجارية، أي كلما زادت القوة الانفجارية للاعب زاد أو قلت زاوية الركبة، أي زاد المد، زاد مد الركبة أثناء لحظة ضرب الكرة، وهذا أمر طبيعي حيث أن اللاعب كلما قفز أكثر أدى إلى نقل حركي للزخم بشكل أكبر، ويؤدي بالتالي إلى ضرب الكرة بقوة أكثر، وعند ضرب الكرة بقوة أكثر سيحصل مد لمفاصل الجسم ومنها الركبة. الاستنتاج الثالث وجود علاقة ارتباط عكسي ذات دلالة معنوية بين زاوية الورك لحظة الخطوة الثانية مع دقة الإرسال، زاوية الورك لحظة الخطوة الثانية مع دقة الإرسال الساحق، وهذه العلاقة هي عكسية. هاي العلاقة هي مع دقة الإرسال الساحق، ننتبه هنا أي أنه كلما قلت زاوية الورك في الخطوة الثانية، يعني قلت زاوية الركبة يعني يزيد الثني في الخطوة الثانية، يزيد ثني الجسم، هذا دليل زيادة دقة الإرسال الساحق، هذا يعطي زخم أكبر للحركة بالتالي قوة وقفز وضرب للأعلى وللأمام أكثر. مختصر لبحثنا اللي نشارك به في مؤتمر جامعة دوهو، وهو بحث بسيط وتم إنجازه على متغيرات صغيرة وبسيطة، وإن شاء الله نطور هذا البحث ونطور المتغيرات وفي بحوث ومؤتمرات أخرى. دكتورة سراج جميل حنا أستاذ مساعد في كلية الرياضة جامعة دوهو، شكرا لكم.